حصل اليوم كرر سيناريو تجربة البرلمان السابق والذي شهد أكثر من 40 يوما تقريبا من المناقشات حول تشكيل الحكومة وحول الاتفاق على رئاسات ثلاث والوزراء، يعني كأننا نعيد التجربة ذاتها. هل الأمر تقريبا مطابق لتلك المرحلة يعني مختلفة؟ يعني هنالك لا يجوز أن نقفز على واقع عراق جاء بعد 2003 وعاش تجربة مريرة من 1920 نعم. إلى 2003 حكم العراق بلون واحد نعم. وبقومية واحدة، وبالتالي تعرضت الطائفة الشيعية والقومية الكردية للتهميش نعم. في تلك المرحلة. ولذلك هنا نحن نعتقد أن حكومة الشراكة الوطنية التي يمكن أن يؤسس عليها في هذه المرحلة هي الكفيلة بخروج العراق. وطبعا راح كثير من الناس تساءل، طيب أنتوا راح تلبننوا العراق أو شيء من هذا القبيل. أنا أقول لا، أن العراق يجب أن يكون هنالك فيه حكومة تشارك فيه كل القوى مشاركة حقيقية في صنع قراره السياسي. وعلى هذا الأساس التشابه نعم وارد من حيث الشكل، لكن من حيث الوقت يعني حتى ستوقفنا عن موضوع الوقت. من حيث الوقت تعتقد سيطول الأمر، سيطول أكثر من المتوقع أم حتنضج الظروف؟ هذا تابع إلى مسألة الموقف بصراحة من العراقية، لأنه العراقية تحوي في ثناياها الطائفة السنية في العراق، نعم نقولها بصراحة. وعلى لكن تهميش المكشوف. هذه الطائفة كما تعتقد العراقية سيعقد الأمور أكثر مما يسهلها. لا أنا ما أدعو إلى تهميشها، لا أقول أنها تحوي الكيان السني. غالبية الكيان السني أكثر من 76-78 نائب موجودين في القائمة صحيح. العراقية كان سابقا يسمى جبهة التوافق. جبهة التوافق الآن حينما خرجت أصبحت تقريبا عندها 5 مقاعد. يعني التفاوض الآن سيدور حول كيف يمكن أن ندخل هؤلاء إلى العملية السياسية، إلى التركيبة الحكومية الجديدة. بس المشكلة وين؟ المشكلة الآن من يفاوض باسم العراقية يحاول أن يذر الرماد في العيون. يعني لم ينجح لقاء المالكي علاوي. لا سنأتي على ذلك، لكن أنا أعتقد هذا كان لم يحصد أي نتيجة. كان لقاء شكليا حسب ما وصفه الوسيط، لكن ستتبع لقاءات وسيطه لإذابة الجليد. وأنا أقول أن ما في داعي، هو حرب بغداد يكفي لإذابة الجليد. لا أعتقد لن تتبع لقاءات برأيك حسب مصادر عراقية. حتى لو تتبعه لقاءات المالكي الآن أصبح جزء من تحالف اسمه التحالف الوطني. نعم. هذا التحالف الوطني هو الذي له الأحقية في تشكيل الحكومة، كيانه 159 نائب. العراقية كيانها 90 نائب وهو رقم صحيح. محترم. هذا الرقم المحترم يجب أن يشارك مشاركة فاعلة في الحياة السياسية وفي الحكومة. هنالك مواقع سيادية يمكن أن يحصلوا عليها، ونشدد على أن يكون للأخوة السنة تمثيلهم الحقيقي طيب. الموجود على كل حال، هذا يأخذني إلى سؤال كنت سأطرحه على ضيفنا في بغداد وسأطرحه الآن الأستاذ شهيد الجابري. أعود إليك أستاذ الجابري، يعني لأدخل في موضوع التسوية، إذا كان الحديث عن التسوية أمر طبيعي من خلال المفاوضات، كيف سيكون شكل هذه التسوية؟ هل يمكن التوصل إلى صفقة يعني ترضي مختلف الأطراف السياسية، أم سيكون ذلك على حساب بعض الكتل؟ حتى وإن كنا عادلين يعني في مسألة توزيع المواقع. أخي العزيز، العملية السياسية في العراق تعودنا أن الأطراف السياسية والكتل السياسية من خلال الحوار ستصل إلى نتيجة كما وصلوا في انتخابات عام 2005. نعم. الآن بعد أن تأكد للعراقيين وللكتل السياسية بأن التحالف الوطني سيكون رئيس الوزراء من هذا التحالف، الكتل الأخرى التحالف الكردستاني والعراقية سيشاركون في التشكيلة الوزارية أو الحكومية القادمة، وبذلك ينبغي على الجميع أن يساهم في هذه الشراكة الوطنية أو الشراكة في حكم العراق. فالعراقية إذا لم
تستطع أن تتحالف مع كتل أخرى لتشكل الأغلبية عليها أن تنسجم مع الوضع الجديد وتشترك في وزارات وفي رئاسة مجلس النواب، وربما نائب رئيس الوزراء سيكون من العراقية، وهناك وزارات مهمة، وبالتالي لا نريد أن نهمش أحدا. نعم. الجميع سيشترك، التحالف الكردستاني سيشترك، العراقية ستشترك، وكذلك بقية القوى السياسية. بذلك سيصبح الأمر كما كان سابقا، يعني الجميع اشتركوا في حكومة الوحدة الوطنية السابقة برئاسة السيد المالكي، والآن حكومة الشراكة الوطنية ينبغي أن يشترك بها الجميع. إذا رفضت العراقية إما أن يكون منها رئيس الوزراء أو لا تشترك، بإمكانها أن تمارس دورها في عملية الرقابة من داخل البرلمان، وتكون هي معارضة، يعني قوة معارضة داخل البرلمان، كما هو معمول به في جميع أو في أغلب الدول البرلمانية. سيد جابري، اسمح لي أعطي بعض التوصيف يعني للعملية السياسية. طبعا قبل التحالف الوطني، قبل الوصول إلى التحالف الوطني، كان الحديث عن أزمة سياسية فعلية. الآن ما التوصيف الذي يمكن أن نعطيه للمرحلة المقبلة بعد ولادة هذا التحالف؟ هل نتحدث عن أزمة مستمرة أم نتحدث عن تقريبا قطعنا ثلاثة أرباع المسافة نحو الحل الذي يفترض أن تفضي إليه المفاوضات؟ طبعا الآن الكرة في ملعب التحالف الوطني. إذا استطاع التحالف الوطني أن يحسم مسألة اختيار رئيس الوزراء خلال فترة زمنية قصيرة قد تمتد إلى أسبوع أو 10 أيام، نكون قد قطعنا شوطا كبيرا باتجاه الانفراج في هذه الأزمة. حينئذ ستجلس الكتل السياسية لتقديم الرئاسات الثلاث في سلة واحدة. نعم. رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب، وعندها سيبدأ العد التنازلي لتشكيل الحكومة. أنا أعتقد أن الأخوة في التحالف الوطني حريصون على حل هذه المشكلة، وسيصلون إن شاء الله قريبا إلى تفاهم واتفاق وتوافق حول رئيس الوزراء، وعندها ستكون الأزمة قد شارفت على الانتهاء ويبدأ تشكيل الحكومة. طيب. إن شاء الله. اسمح لي أعود إلى الدكتور سلمان. دكتور سلمان، يعني كأن الحديث عن مفاجآت الآن هذا أمر لم يعد مطروحا، يعني مفاجآت بالمعنى السياسي بمعنى تغيير التركيبة السياسية بعد ولادة التحالف الوطني. ثم أمام أي تسوية يقف العراق اليوم؟ يعني إذا أردنا أن نعطيه أيضا هذا التوصيف، هل الآن هي المرحلة الأهم في سياق المراحل التي سبقتها الآن التي يمر بها العراق؟ لا، أنا ما أعتقد مرحلة، هي مرحلة مهمة واستكمال لمرحلة التغيير التي حدثت في لا المرحلة الأهم هي المرحلة التي ستحصل ما بعد الانسحاب الأمريكي. لكن هذه ربما تكون تمهيد لمرحلة الانسحاب. وبالتالي لا، أنا أعتقد المرحلة الأخرى القادمة، الأربع سنوات القادمة والانتخابات القادمة، ونكون قد انسحبت القوات الأمريكية من العراق. نعم. تلك هي المرحلة التي أنا أعول عليها والتي يجب من الآن أن نؤسس لها. أنا أعتقد مسألة، حتى قد أخالف أخي أستاذ الجابري في مسألة أن تكون العراقية في المعارضة، وإن كان معمول فيها المشكلة العراقية، ويقول إذا أصروا على رئاسة الوزراء. يعني طبعا اللي يصر هو أستاذ عياد علاوي. نعم. أستاذ عياد علاوي، أنا أعتقد بس تروح رئاسة الوزراء العراقية فيها من يتكلم باسمها غيره. العراقية ليست عياد علاوي، العراقية طارق الهاشمي، العراقية رافع العيساوي، الشخصيات المشكلة منها. العراقية نعم. أسامة النجيفي. عياد علاوي عنده 15-14 نائب. يعني حسمت مسألة عدم إعطائه رئاسة الوزارة بعد تشكيل التحالف الوطني. احنا لا نأخذ ولا نعطي. الذي يأخذ ويعطي هو الواقع السياسي، هو التكتل النيابي الأكبر.